في ظل الزحمة الدبلوماسية التي أثارها فيتوى روسيا والصين في مجلس الأمن، شكل عدم إصدار القرار الأوروبي للتضييق على سوريا فرصة لإظهار جدية الضغط التركي. وأعلن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أن بلاده ستفرض مجموعتها الخاصة من العقوبات ضد سوريا. لا أعرف ما هي الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي أو ما هي البلدان التي ستتخذ بعض الإجراءات، لكن الفيتو لا يستطيع منعنا من تنفيذ حزمة من العقوبات لابد أن ننفذها، فنحن لسنا بلدا أوروبيا ولسنا في موقع بعض البلدان مثل الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، بل نتشارك حدودا مع سوريا تمتد على 910 كيلومترات. إردوغان الذي يزور جنوب أفريقيا، الدولة التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، أشار إلى أنه من المؤسف عدم التمكن من إصدار قرار في نيويورك، موضحا أن الناس في سوريا ليسوا مضطرين إلى تحمل نظام مستبد بلا رحمة وبلا حياء ويقصف شعبه من البحر. وذكر إردوغان أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعيد بكل بساطة إرث والده بحسب تعبيره. وإزاء الجبهة السياسية التركية جبهة ميدانية تمثلت بعرض عضلات لافت من الجار القوي، حيث أعلنت قيادة الجيش أن سلاح البر التركي سيبدأ مناورات على مقربة من الحدود مع سوريا في محافظة هاتاي أطلق عليها اسم التعبئة، وهذه المحافظة لجأ إليها أكثر من 7000 سوري. ويرى محللون أن المناورات قد تكون في إطار إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية السورية. المناورات البرية التركية هذه ستتزامن مع زيارة لإردوغان الأحد إلى مخيمات اللاجئين في هذه المحافظة، حيث يرتقب أن يعلن عن مجموعة العقوبات الحازمة على سوريا.